احكي بسبب وجودك في عمان. سبب وجودي بعمان انه عنا حفله بكره رح تكون ان شاء الله اول مره او اول بيرفورمانس رح يكون بعمان، مدرسه الراهبات الورديه بمرج الحمام. صح؟ لا صحيح؟ ولا على مسرح كليه الورديه مرج الحمام. نعم. فكتير انا مبسوطه، هو الحفله خيريه. نعم. ومن تنظيم نادي الارثوذكس، الجمعيه الارثوذكسيه. شفت قلت لك دقق على المواضيع، فكتير مبسوطه انه هيك لاول مره بعمان. لا اول. نعم. حفله عندي بعمان. انا بتذكر قبل سنه كنا عم نقول انه بانا لازم يكون في لها حفله، فما طولتي كتير، هذا اول حفل لك بعمان، وان شاء الله تكون برضه الحفلات مستمره.